أنا الدكتور محمود حسنين، أستاذ أمراض القلب بكلية الطب جامعة الإسكندرية. إحنا هنتكلم النهاردة على مرض هبوط عضلة القلب. هبوط عضلة القلب من الأمراض المنتشرة، ويعني ضعف عضلة القلب، إن القلب مش قادر يقوم بالمهام بتاعته بكفاءة. أسباب هبوط عضلة القلب هي أسباب كتيرة، لكن الأسباب الأهم الأسباب ارتفاع ضغط الدم، مرض السكر، القصور الشريان التاجي أو الناس اللي بيجيلهم ذبحة أو جلطة وما تتعالجش في الوقت المناسب، ده من الأسباب المهمة أوي اللي تؤدي لهبوط عضلة القلب. أحيانا بيبقى فيه ضعف عضلة القلب غير معروف السبب، قد يكون سبب التهاب فيروسي أصاب عضلة القلب في وقت من الأوقات. أما نيجي نتكلم على الأعراض، الأعراض إن المريض بينهج مع أقل مجهود أو مع مجهود كان بيعمله قبل كده من غير ما يتعب. فمثلا بيمشي بينهج، بيطلع سلم بينهج، بالليل ممكن أو هو نايم بيتخنق أو بيضطر إن هو ينام على مخدات عالية، بيلاحظ تورم في الرجلين أو انتفاخ في البطن. هي العلامات دهيا بتيجي بالتدريج، بحيث ان ممكن المريض ما بيلاحظهاش غير لما بتوصل لمرحله متقدمه، واحيانا بيعزوها لمثلا كبر السن، ان هو سنه كبر فيبتدي يقول لا عشان كبرت انا بنهج. فاذا اي تغير في نشاط الانسان هو بيتعب بسرعه بينهج بسرعه، لازم ده يسترعى انتباهه ويروح يفحص عند الطبيب الاخصائي. زي ما قلنا التشخيص البرد بيعتمد على الأعراض اللي بيجي بها المريض، بيعتمد على علامات اللي أثناء الكشف بتظهر، بيعتمد أيضا على رسم القلب وعلى فحص الموجات الصوتية اللي بنسميه الإيكو. فحص الموجات الصوتية ده بيورينا كفاءة عضلة القلب اللي عادة بتبقى فوق 50%، 55-60 يعني لغاية 70%. لما تبتدي الكفاءة تقل عن 50% نعرف ان فيه مشكلة في عضلة القلب. قبل ما اقول العلاج، هو الوقاية مهمة جدا، لان مرض هبوط عضلة القلب ممكن الوقاية منه. الوقاية ان هو بنعالج الضغط في مراحله الاولانية، لان الضغط لما بيفضل فترة طويلة بدون علاج بيأثر على، مش على القلب بس، بيأثر على القلب وعلى المخ وعلى الكلى وعلى الشرايين الطرفية. برضو مهم قوي علاج السكر، تظبيط السكر مع الأخصائي. في عادات كثيرة سيئة عندنا بتؤدي إلى مرض الذبحة الصدرية، زي التدخين. للأسف التدخين منتشر عندنا في مصر، وده عامل مهم جدا من العوامل اللي ممكن تؤدي الى الذبحه الصدريه. السمنه وهي منتشره برضو، منتشره جدا خصوصا ما بين السيدات بعد سن الـ40. عدم ممارسه الرياضه، والرياضه انا بعني بيها الحركه، احنا ما بنتحركش ما بنمشيش، وده برضو شيء مضر للقلب وللصحه العامه. برضو العادات الغذائيه السيئه، احنا بناكل اكل غلط غير مفيد ويؤدي الى حدوث السمنه. عايز اقول برضو من المهم جدا، المريض اللي بيجي له الذبحه صدريه اللي بنسميها الجلطه في الشريان التاجي، اللي هي بتبقى اعراضها الام شديده جدا في الصدر، ان هو لازم يروح في مع بدايه الشكوى او مع بدايه ظهور الالم في خلال ساعه يكون راح المستشفى عشان ياخد يا اما ابره مذيبه للجلطه، او افضل لو المستشفى فيها امكانيات يعمل قسطره توري الشريان اللي فيه المشكله، وبيتم توسيع الشريان بالبالونه وتركيب دعامه، وبالتالي انقاذ عضله القلب. المرض زي ما بقول ان هو منتشر، ولو لم يعالج العلاج المناسب له عواقب وخيمه. الحمد لله دلوقتي في علاجات كويسه، ادويه حديثه بتقلل الاعراض، و
نقول انها بتطيل عمر المريض طبعا باذن الله. وفي اجهزه برضو اجهزه حديثه بتساعد على القلب. فعلى المريض اللي هو بيشعر باعراض هو مش متعود عليها، خصوصا اللي هو بينهج بسرعه او رجليه بتورم مش قادر يمارس حياته، ان هو يروح للطبيب الاخصائي. لازم يكون اخصائي وياخد العلاج المناسب. وشكرا.